السلام عليكم متابعين قناة مغربية وأفتخر من متابعي، واليوم غنقدم لكم عصير السبانخ اللي كيجي رائع، هو في نفس الوقت مغذي ومقوي ومفيد للصحة. وفي هذا العصير إن شاء الله غادي نحتاجو الليمون، السبانخ، وسكر سنيدة حسب الذوق. فلنبدأ على بركة الله. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي غزال وبنين وكذلك مفيد للصحة. وكنتمنى أنه ينال إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.